نكمل حديثنا في سورة قاف وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نعم، هذا من دلائل قدرة الله جل وعلا وإخباره تبارك وتعالى عن عظيم قدرته وجليل حكمته. قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اختلف أولا في المراد بالإنسان في الآية، فبعض العلماء وإن كان هذا القول مرجوحا وقال به قليل قالوا إن الإنسان هنا آدم، فإن قلنا إن الإنسان هنا هو آدم فإن غالب الظن أن المراد بالوسوسة هي وسوسة الشيطان لآدم في الجنة المذكورة في سورة طه وفي غيرها، فوسوس لهما الشيطان وقال يا آدم وهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لكن الحق أن هذا الرأي رأي مرجوح، وأن المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، ووسوسة الإنسان لنفسه هو ما يختلج في ضميره وقلبه من شيء خفي لا يكاد يسمعه أحد يحدث الإنسان به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان، وخلق الله عز وجل للإنسان مر بأطوار، فأما أبونا آدم فكما ذكر الله عز وجل في القرآن خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأما ذريته فقد خلقهم الله من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وأما هنا والوسوسة هذا الحديث الله عز وجل يخبر أنه مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه جل وعلا من عباده خافية. والوسوسة في كلام العرب كما قلنا هو ذلك الشيء الصوت الخفي، وقد جاءت في شعر الأعشى، الأعشى يقول تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. والأعشى كما تعلم أحد شعراء العصر الجاهلي وأدرك الإسلام، هو أحد أصحاب المعلقات ومطلع معلقته ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وأدرك البعثة وأراد وجاء من منفوحة يؤم الحجاز يؤم يثرب يريد أن يتوب، فتعرض له أبو سفيان والملأ من قريش فأخبروه أن محمدا يحرم الخمر وكان بها مولعا، فعاد على أن يعود في العام الذي بعده بعد أن أغروه بالنياق والأموال، فرجع ولم يعد ما أن خرج حتى هلك ومات، وإلا كان قد أعد قصيدة يتوب بها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهدا وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددة. ثم قال نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أهمية التقوى، لكن الهداية بيد الله، نسأل الله لا يسلبنا ما أعطانا من الهداية. فالآية الكريمة تقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكل أحد منا حبلان في الوريد عن اليمين وعن الشمال، وهذا العرق مرتبط بنياط القلب. وليس المقصود إلا التالي، أبضاع الإنسان يحجب بعضها بعضا، أبضاع الإنسان أجزاؤه يحجب بعضها بعضا. الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المقصود؟ علم الله لا يحجبه شيء، هذا المقصود، علم الله لا يحجبه شيء.